أوميكرون الاسم اللي هنسمعه كتير قوي وبقينا نسمعه كتير قوي في الوقت الحالي لأنه الاسم اللي أطلق على المتحور الجديد لفيروس كورونا. لكن واضح جدا أنه هو كالعادة مصائب قوم عند قوم فوائد. أنه هو كالعادة أوميكرون اسم معروف لأنه اسم لواحد من الحروف اللاتينية رقم 9 غالبا في الحروف اللاتينية، وبالتالي في حاجات كتير كان اسمها أوميكرون بالمناسبة. من ضمن الحاجات دي عملة رقمية غير معروفة وكانت غير مشهورة طبعا، لكن لما بقينا نعمل سيرش على أوميكرون بقينا نلاقي عملة رقمية غير معروفة تصادف أنها تحمل نفس الاسم أوميكرون بقالها فترة طويلة. العملة دي ارتفعت قيمتها بشكل غير مسبوق من بداية ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا، والارتفاع ده حصل بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة الماضية. إيه اللي حصل وإيه حكاية العملة اللي قفزت قيمتها حوالي 10 أضعاف، رغم أنه اللي متابع الأكاونت بتاعها قبل أوميكرون أو قبل المتحور كان الصفحة فيها أقل من 1000 متابع، لكن بداية من شهر نوفمبر تضاعفت الأعداد وقفزت قيمة العملة المشفرة إلى ما يقرب من 700 دولار، وكمان رجعت القيمة انخفضت لاحقا حوالي 152 دولار، لكنها على كل حال استقرت عند 350 دولار، وده في حد ذاته ارتفاع. احنا محتاجين نفهم أكتر عن هذا العالم اللي يخص العملات الإلكترونية. إذا كان بعضنا يعرف أنه سمع عن حاجة اسمها البيتكوينز أو سمع عن عملات رقمية بيفكروا في طرحها أو سمع أنه ده مستقبل العملات، لكن إحنا ما نعرفش أنه في عملات كتير وأنه في تداول حقيقي وأنه في سوق موازي للعملات الإلكترونية. خلونا نفهم أكتر من دكتور عصام الجوهري أستاذ التحول الرقمي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا دكتور دينا، ازاي حضرتك وازاي سادة المشاهدين؟ بكل خير. واحنا طبعا احنا قلقانين من اوميكرون المتحور، لكن محدش عامل حسابه انه في اوميكرونز تانية وفي عملات رقمية تانية، عشان كده عايز اسأل حضرتك عن هذا العالم او سوق العملات الرقمية. في تقريبا كام نوع من انواع العملات؟ لو حضرتك عملت سيرش على الانترنت هتلاقي تقارير تقول 700 عملة رقمية، 300 عملة رقمية، 1600 عملة رقمية، بما ان كل هذه العملات الرقمية حتى الان ليس لها اطار تشريعي او تنظيمي. فاي حد بيصحى الصبح يقدر يعمل عملة رقمية. الموضوع ببساطة بيبقى يعني هي بورصة مفتوحة كده والاقبال هو الفيصل، مش كده؟ الحقيقة ان مفيش بورصة شرعية كمان دي. طبعا برضو حد بيصحى الصبح يروح عامل بورصة بيقول في عملات، هذه العملات الرقمية مين أصدرها؟ الله أعلم، محدش يعرف عنها أي حاجة خالص. إيه هي القوانين المنظمة لها؟ محدش يعرف. إيه هي قيمة الغطاء أو مخزن القيمة اللي قصادها؟ لا أحد يعلم. فدي كلها أنا حتى هذه اللحظة بما إن العملات الرقمية مفيش بنك أو قانون أو تنظيم دولي ليها. كثير من الدول حتى هذه اللحظة من 198 دولة 3 4 5 6 دول اللي ممكن أجازوا تداولها جوه بلادهم مرة ويرجعوا مرة تانية يروحوا موقفينها، إنما معظم دول العالم حتى هذه اللحظة ما بتستخدمش غطاء شرعي أو قانوني أو تنظيمي للتعامل أو لتداول العملات الرقمية. ولازم المستمع اللي بيسمعنا أو المشاهد وهو بيسمعنا دلوقتي يعرف حاجة، نحن لسنا ضد العملات الرقمية واستخدام تقنية البلوك تشين اللي هي الأساس العلمي والتكنولوجي للعملة الرقمية بالزبط. اللي هنوضحها له دلوقتي حالا يعني إيه البلوك تشين. لكن لازم ده يكون جوه منظمات دولية. فين البنوك الفدرالية؟ فين البنك الفدرالي الأمريكي؟ ده فين كل ده؟ الأمم المتحدة؟ دكتور البنك المركزي؟ دكتور معلش معلومة يعني للأسف أنها بديهية بس عايز اللي بيسك العملة في مصر مثلا البنك المركزي اللي هو عارف العملة دي تساوي كام وبيشرع وبينظم تداولها. من ينظم ويشرع تداول بيتكوين او اوميكرون او غيره من العملات اللي اي حد ممكن يعملها؟ مفيش. وبناء عليه بما ان لا يوجد قوانين وتنظيمات سواء دوليه او محليه مسؤوله عن تداول هذه العملات، احنا مش بنروج ليها، احنا بنتداول اخبارها فقط وفقط لا غير. معروف ان هناك تكنولوجيا اسمها البلوك تشين، هي البناء التكنولوجي للعملات الرقميه، وعشان اللي بيسمعنا يبقى عارف يعني ايه بلوك تشين، هي تكنولوجيا سلاسل الكتل اللي من خلالها اقدر اخزن معلومات موثقه من خلال كتل متماسكه مع بعضها موجوده ومتخزنه. هذه التكنولوجيا ممكن تستخدم في ان انا اخزن معلومات مثلا عن العقارات، عن السيارات،
يحصل تداول وبيع وشراء بمنتهى السهوله وبمنتهى الامان. اذا تكنولوجيا جميله جديده جدا هي كل حاجه. طيب شباب، طيب انا عايز اسال حضرتك، استخدمها في انه يصدر دكتور عمله. هو دكتور عصام مش زماني؟ اصحى انا سميت عمله اسمها الجهري، ده كلام؟ فين القانون اللي منظم ليه؟ طيب البنوك اللي بتتعامل معاي ازاي يتم التداول؟ وبما ان مفيش اي تنظيم، ففي دول كثيره مش عايز اذكر اسمائها بتستخدمها في غسيل الاموال. النهارده بيحصل مضاربه مع بعضيهم، سواء بورصه شرعيه او غير شرعيه هم بينشئوها، ويقدر يعمل غسيل اموال، يقدر ينقل اموال من بلد لبلد، لا في بنوك تعرف عنها حاجه ولا في منظمات امنيه تعرف تراقب هذه التداول هذه العملات. بالظبط دكتور عصام، ممكن يتعمل فعلا عمله رقميه؟ نعم. وممكن تبقى منظمه؟ نعم، لو البنك المركزي مثلا في كل دوله هو اللي اصدرها، هو اللي عمل تداولها. وهل ده ممكن يحصل؟ انا سؤالي بس لحضرتك، هل ده ممكن يحصل في المستقبل القريب؟ اكيد هيحصل في المستقبل، لكن رغم من ارتفاع سعر عملة زي البيتكوين بشكل غير مسبوق وزيادة الإقبال على تداولها، إلى أنه ما فيش أي قانون بينظمها؟ يعني بكرة الصبح لو كل من يملكوا البيتكوينز، هل حضرتك تعرفي أن في عملة رقمية أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل في دولار إلكتروني؟ لا طبعا. لما يبقى ده يحصل هيبقى في المستقبل، يبقى ساعتها نقول أن الكلام ده ليجل أو قانوني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجهري، أستاذ التحول الرقمي. وعلى كل حال، وخبر من باب يعني التأمل، لكن بالتأكيد في سوق، وزي ما دكتور عصام بيقول، في سوق موازي في هذا العالم الموازي اللي هو غير شرعي وغير قانوني، لكن بالرغم من ده في ملايين بتدار وتدور في هذه الأسواق. الكلام عن غسيل أموال والكلام عن استخدامات للأموال والكلام عن مقامرة، وناس زي ما في ناس بتكسب في ناس بتخسر كتير، يخلي، وبالتأكيد ده حاصل، أنه في حكومات كتيرة بتدرس مستقبل النقود في العالم، واللي بالتأكيد هيكون في جزء كبير منه متمثلا في العملات الرقمية.